السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد من وقائع شق تقنية. اليوم سأقوم بشرح كيفية صنع فيلم صور بوسط برنامج شهير بروشو بروديوسر. نبدأ على بركة الله، نقوم بالنقر على أيقونة البرنامج. صفحة البرنامج هي كالتالي: المرحلة الأولى وهي جلب الصور التي من خلالها سنقوم بصناعة هذا الفيلم. سأقوم بالدخول إلى هذا الملف الذي توجد به صوري. أقوم بإزاحة الصورة إلى هذا المكان، ثم نقوم بالنقر عليها والنقر على Edit Slide. هنا نقوم باختيار Style الذي نريد تفعيله لهذه الصورة. للملاحظة، فيمكن اختيار مجموعة من الصور حسب الستايل الذي تريد اختياره. مثلا هذا الستايل هو خاص بصورة واحدة، تشاهدون هنا هذا الستايل خاص بصورة واحدة. إذا كنا نريد إضافة أو عمل ستايل لمجموعة من الصور، يجب إضافة هذه الصور. مثلا لعمل ستايل بواسطة 3 صور، نقوم بالنقر هنا أو فقط نقوم بإزاحة عدد الصور التي نريد تفعيلها لهذا الستايل، ثم نقوم باختيار ستايل. للإشارة فهذه ستايلات أو هذه الستايلات يمكن تحميلها فيما بعد. سنقوم بتفعيل هذا الستايل، نقوم بالنقر عليه مرة واحدة، ثم نقر على Apply Style، ثم نعم. نلاحظ أن الستايل تم تفعيله، وهنا يمكننا إضافة كابشنز، عناوين مثلا، فمكان Your Title يمكن تعويضه بالنقر هنا، ثم تغيير هذا الاسم. مثلا نقوم بكتابة visit، وفي الثاني نقوم بكتابة your favorite. ثالثة نقوم بكتابة كونتي. ثم نقوم بالنقر على نعم لمشاهدة هذا الستايل بصور التي أضفناها إليه. نقوم بالنقر على بلاي. نتابع كما قمنا بذلك
الكاميرا السابقة، نقوم بإزاحة صورة أخرى، ثم نقر عليها والنقر على Edit Slide، ثم نقر على Slide Style. عفوا، ثم نضيف أو نفعل ستايل الذي نريد. نقوم باختيار ستايل مناسب مع عدد الصور التي نريدها، مثلا نريد عمل ستايل بصورة واحدة، ممكن نقرأ هنا أو هذا الستايل، نشاهد في الأعلى كيف سنرى الصورة من بعد. هو هذا، إلا أن هذا ستايل يحتاج إلى صورتين. نقوم باختيار ستايل مناسب بصورة واحدة كهذا، ثم نقوم بالنقر على Apply Style. ثم لإضافة كابشن كذلك نقوم بالنقر على هنا، ثم كتابة مثلا نشاهد معلمة تاريخية في مدينة مدريد الإسبانية، نقوم بكتابة مدريد. هنا تعديل الكتابة، مثلا نقوم بزيادة في حجم الكتابة، هنا تغيير اللون سنحتفظ به أزرق، هنا نوع الكتابة سنحتفظ بهذه الكتابة كذلك، ثم نقوم بالنقر على نعم. نمر إلى صورة أخرى، كما قمنا في المرة الأولى نقوم بالنقر على الصورة، ثم Edit Style، Edit Slide عفوا، ثم Slide Style، اختيار صور مناسبة أو ستايل مناسب، هذا الستايل مثلا يحتاج إلى 3 صور، نقوم بإضافة صور أخرى. نعثر على صورة مناسبة، نحسب الصورة وهذه كذلك، ثم نقوم
اختيار هذا الستايل بالنقر على ابلي ستايل. نعم ثم نقوم بالنقر على نعم. شاهدوا هنا يمكننا اختيار المدة التي ستستغرقها هذه الصورة، فهنا 3 ثواني يمكننا تغييرها إلى 4 ثواني. قوموا بإضافة صور أخرى، هذه مدينة صورة لمدينة باريس، نقوم بالنقر عليها ثم النقر على إيديت سلايد كما في المرة الأولى، سلايد ستايل. بإضافة صور أخرى كذلك، الإضافة كابشن نقوم بالنقر هنا ثم قوم بكتابة باغي هنا. ثم النقر على نعم. قوم بإضافة صور أخرى، صور مدينتي العزيزة مكناس كالعادة، نقوم بالنقر على الصورة ثم إيديت سلايد، إضافة صور أخرى كذلك. اختيار ستايل مناسب يشمل 4 صور، اختار هذا مثلا، تغيير هذا الستايل. قمنا باختيار هذا الستايل لأنه مناسب. نقوم بالنقر على أبلي ثم نعم وإضافة كابشن حجم الكتابة ثم نعم.
أذكر في هذا المكان، وذلك من أجل تحديد ستايل دخول المجموعة الأخرى أو ستايل ظهور المجموعة الأخرى. ننتظر قليلا. بدأ انتهاء تحميل هذه الصور أو هذه الصورات، تقوم باختيار الستايل المناسب، مثلا هذا الستايل، سيمكننا من إضافة بعض الرونق على الصور أو الصور المقبلة. نختار هذا، نقوم بالنقر على أبلي ثم ننقره هنا مرة أخرى، نقوم باختيار هذا مثلا، نقوم بالنقر على أبلاي ثم هنا مرة أخرى. إضافة صوت نقوم بالنقر هنا تايم لاين، ثم نقوم بالنقر هنا إيديت ساوند، ثم نقوم بالنقر هنا آد تراك، ثم آد ساوند فايل، ثم نقوم باختيار الموسيقى والصوت الذي نريد إدراجه مع الفيلم، نقوم بالنقر عليه، ثم نقوم بالنقر على أوفر، ثم ننقر على نعم. نلاحظ أن الصوت تم إضافته إلى هنا. لمشاهدة هذا الفيلم نقوم بالنقر على بلاي أو لبداية الفيلم من الأول. إضافة القدر الذي تريدونه من الصور، المدة التي تريدونها، ولتخزينه أو لتخزين هذا الفيلم نقوم بالنقر على هذه الأيقونة. عفوا، نقوم بالنقر على Publish، ثم نقوم بالنقر على فيديو أو يوتيوب أو فيسبوك حسب الذي ترغبون فيه. فمثلا إذا كنتم ترغبون في تخزين هذا الفيلم فقط في على سطح مكتبكم فإنكم النقر على فيديو، إذا كنتم تريدون أن تقوموا بشير على اليوتيوب لهذا الفيلم يمكنكم النقر على يوتيوب أو فيسبوك. نقوم بالنقر فقط على فيديو، ثم نقوم باختيار جودة هذا الفيلم، مثلا هنا سأقوم باختيار
جودة 1080 بيكسل، ثم قوم بالنقر على كريت، ثم اختيار مكان نصيب الفيديو، هنا اختيار الاسم، ثم تخزين. هنا نشاهد تخزين الفيلم. بعد تحميل ستجدون الفيلم على سطح مكتبكم أو على أو في المكان الذي اخترتموه. إلى هنا أكون قد أنهيت الشرح. للمزيد من المواضيع المرجو زيارة صفحتنا على الفيسبوك أو موقعنا. السلام عليكم ورحمة الله.